جبنا على بالله كل بالله تفقوا على حاجه، معناها قوي شخصيه وضعيف شخصيه؟ ايش معناها؟ لا يا انسان معناها يفرض الاحترام داخل المجموعه نتاعو، هو فرض الاحترام. انا حكيت مع ملاعبيه اللي كانوا يجبوا يسروني وعليهم امان الله ويقولوا لي حاجات وما نعاودهاش. الناس كلها امبريسيوني معناها بالمدرب نتاعو، فرحانه بيه وشيخه بيه. اللاعبيه تحسها موجوده. راهو اللاعبي كي يحب المدرب نتاعو معناها مدرب وعنده شخصيه. ويعطي في التيران. يحب المدرب وعطاه في التيران. هذه الامانه كانت صوره واضحه، ولكن اليوم عديد التقارير الاعلاميه وحتى يعني من بعض الناس المقربه للمكتب الجامعي اقرت او مقتنعه انه فتره منذر الكبيره راس المنتخب انتهت. انت مع الراي هذا او لا؟ لا لا، انا بالنسبه لي انا كان جيت رئيس الجامعه نصحح توا المنظر الكبير الكوب دي موند 2026 كل كسوا اللي رجل تجهيز. انتوا شوفوا الالمان خرجوا المانيا خرجوا من البريمير تور ولو فايتي مانتوني. احنا في تونس نقولوا ملا المانيا اخويا، شوف هكا ملا المان وملا كذا ملا كذا. وبالنسبه لنا احنا يخسر ماشي يجي من نحيوه. هيد نتفقوا في حاجه، هل لمنظر الكبير الكفاءه كي يكون مدرب على مستوى وطن؟ عنده الكفاءة من شيء من تجربة من كل شيء عنده، اخترته مقتنع به نعطيه تو تنسيق اللي يخدم على روحه كل كسوة الريزولتا، وهذا اللي قاعد يجيب النتائج في ألمانيا. نخلك مرة بعد نرجع ناكل الدنيا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب. واللي يلزم يصير توا يلزم يخرج المكتب الجامعي ومكتب الاتصالات المكتب الجامعي يعطينا أخويا بيان أو كلمة يثبت بها منظر الكبير اللي يخليه يحذر السيد في العشرين يوم هذوما المنتخب اللي ماشي كأس إفريقي. هو كان ثبته قبل البطولة العربية وقال منظر الكبير هو المدرب الأول للمنتخب وباقي، ولكن بعد ما صارت بعض الإشكاليات في البطولة العربية على مستوى بعض المباريات، مش تحكي على المردود، بعض المباريات أصبح هناك قيل والقال. اليوم على رئيس الجامعة أنه يحمي المدرب نتاعو ويخرج ويقول لو كان كوب دافريك ما تلعبتش في وقتها أن بايتي مانتونو ربما منظر كبير كان يتنحى. يعني يشفع فيه الوقت. شفع فيه الوقت مش مقتنعين به. ثم ناس قاعدة تسلط في ضغوطات ونقول لك هذه رأي مش جاية من رئيس الجامعة، الحكاية هذه رأي جاية من المحيط. محيط ضاغط ولو تأثير الناس اللي تخدم معاه شعرنا فيهم. أنا من الحب نسميهم نعرفهم شعر باقي، ولكن الناس تخدم معاه تحدث بما فيه الكفاية. ما نحبش نقعد نعاود في الكلام، ولكن راو هذا واقع وهذا واقع مرير. يا ولدي أنت السيد هذا مقتنع به ولا مقتنع بشكري؟ خلي الرجل يخدم على روحه. ماكشي مقتنع يا خويا تصبح على خير بالسلامة ربي عينك وتقابله في فرصة أخرى. علاش نقعدوا هكا ونحطوا مدرب يخدم تحت ضغوطات بالشكل هذا بعد نقولوا والله شخصيته ضعيفة؟ يا أخي محللين نفسانيين ولينا كلنا نعرفوا الشخصية القوية والضعيفة. راهو رحنا راهو راهو سي با فاسيل باش تخدم تحت ضغط. راهو سي با فاسيل باش تخدم تحت ضغط. ما عندناش المدرب جاي كلهم خايبين. شكون هنينا عليه حتى واحد؟ نبيل معلول مترشح مونديال وحنا نسب. خسرنا خمسة مع بلجيكا اللي برشلونة خسرت سبعة مع باير، والبرازيل خسرت سبعة مع ألمانيا، واحنا خمسة مع بلجيكا كلاسيه الأولى. كنت تحكي بكرة على الترتيب وبعيدة علينا دي بروين برك قد الإكيب ناسيونال كلها. وكذا ومعلول وبيه وعليه والفاتحة في الفستير وما نعرف شنو. خلينا ما قلنا للدرجة هذه احنا الملاحظين نفهموا خير من المدربين. سي با فري، مش صحيح، عيب. صحيح يلزمنا ننقدوا كما كنت تحكي توا، يلزمنا نقولوا نعطي وراي. اما انك تغزل تي ماهوش انترنار تي خطيه تي معندوش، راهو هذا مش تقييم على كل. يلزم اليوم اكيد جدا.